gonna share the screen now. طيب كده سكرين ظهر عندكم؟ اه يا دكتور، تمام. طيب المحاضرة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم على الايه الـ output stages والـ power amplifiers. هنا بقى نسكيب بس الحتة اللي احنا وقفنا عندها المحاضرة اللي فاتت، وكنا بدأنا نتكلم على ايه هي الاول الـ output stages والـ power amplifiers واهميتها in general في السيستمز بتاعتنا، وليه لازم نعملها بطريقة مختلفة عن الـ small signal amplifiers العادية بتاعتنا. وبدأنا نتكلم على different classes of power amplifiers، وإنه في class A، class B، class AB، وفي طبعاً classes تانية C وهكذا. واتفقنا اللي بيفرق بينهم هو الإيه؟ الـ conduction angle، اللي هي قد إيه الـ angle اللي الـ device اللي في الـ output stage بيبقى شغال فيه، تمام؟ واتفقنا ان احنا ده هيأثر على الافشنسي بتاعت الـ PA، وهنشوف بقى ازاي أثر على الافشنسي في المحاضرة بقى دي لما نحسب بقى الافشنسي بتاعت الايه الـ different classes. وكنا طبعا اتفقنا ان الافشنسي دي يعني حاجة من الـ design parameters المهمة قوي في الـ output stages والـ PAs. عمرنا يمكن ما اتكلمنا عليها قبل كده في الـ general small signal amplifiers، لأن small signal amplifiers in general مش بتبقى بتكونسيوم باور عالي قوي، فساعات ما بتهتمش ممكن بالافشنسي بتاعتها قوي. طبعا مهم برضه باور كونسمشن، بس هو اهم قوي فين في الباور امبليفايرز، ان هي بتديليفر اوتبوت باور عالي جدا للود، فبالتالي الافشنسي فيها مهم قوي انك تعرف ايه تحسبها، يعني عشان كده ركزنا عليها. في سؤال؟ واحنا في الجراف بتاع اي سي 1 قلنا ان اي لود بتساوي، لما قلنا انها بتساوي في سي على ار ال، اللي قلنا ان ده بيساوي الاي. اللي هي الحته دي اللي هي الزائد اي لود اللي جت هنا. ماشي، حاضر، هتكلم عليها دلوقتي. ثانيه ثانيه، حاضر. طيب في المره اللي فاتت يعني، بس السلايد اللي احنا واقفين عليها دي كانت اول نوع من الباور امبليفايرز او الاوتبوت ستيجز يعني، وقلنا دي الايميتر فولور خلاص. وكنا بدأنا عملنا لها analysis ورسمنا الايه الـ different waveforms بتاعت الـ output voltage الـ VCE اللي على transistor Q1، ورسمنا الـ IC. فزي ما الباشمهندسة كانت بتقول دلوقتي، هو كان الـ IC طبعا احنا هنا اهملنا البيتا، يعني مفترضين البيتا infinite يعني، فالـ IC هو الـ IE، هو الـ I اللي جاي من الـ current source اللي تحت، تمام، اللي هو الـ DC current زائد الايه اللود كارنت اللي ماشي هنا. حلو، فهيطلع ايه ساينوسويدال زي المنظر ده، لان اي لود هو في اوتبوت على ار اللي هو الرسمه اللي فوق، بس متشفت بايه؟ باي. طيب حلو قوي. الفكره بقى ايه؟ اي دي بتساوي كام؟ ايه علاقتها؟ البيك هنا، البيك بتاعت ده اللي هي البيك بتاعت اي لود، هي البيك بتاعت في اوتبوت على ايه؟ على ار، صح؟ فالبيك هنا هي في اوتبوت على ار، صح؟ تمام. فيبقى انا لو الاي اللي هي البيك يعني سوري الاي افريج اللي هي في اوتبوت على ار اكبر من الدي سي كارنت، يبقى ده هينزل نيجاتيف، صح؟ مش كده؟ لكن يعني لو الدي سي كارنت اكبر من السوينج عمره ما هينزل نيجاتيف، لكن لو عكس، لو الدي سي كارنت اقل من السوينج هيقلب نيجاتيف، صح؟ طب او يعني بمعنى اصح، طبعا هو الكارنت مش هيقلب نيجاتيف في الديفايس، يعني انا بتكلم على المعادله هتبقى كانها نيجاتيف. فالكارنت اللي ماشي في ترانزستور لو كان هيحاول ينزل نيجاتيف، يبقى معناها ان الترانزستور طبعا هو ما يقدرش يعكس اتجاهه في ترانزستور، فمعناها ان الترانزستور هيخش في انهي ريجن؟ في الاوف ريجن. فيبقى كده الكوندكشن انجل في مين؟ في Q1، ما هو اي سي 1 ده اللي ماشي فين؟ في Q1. يبقى الكوندكشن انجل هتقل عن 360 درجه. فانا هنا كنت بحاول ادرس ده از كلاس اي امبليفاير. يبقى كلاس امبليفاير لازم طول السايكل يبقى اون، عشان كده قلنا لازم اختار الاي دي سي اللي هتخلي كل الويف فورم دي يا دوبك فوق الصفر، تمام. عشان كده قلنا ده الكونديشن بتاع كلاس اي. يبقى ساعتها لازم الاي دي تساوي من الفي اوتبوت على ار، ده المينيمم دي سي كارنت اللي اقدر ابايس بيه ترانزستور Q1 بحيث اضمن كوندكشن انجل تبقى 360 درجه، ويبقى ده اقدر اعمله از كلاس اي باور امبليفاير. طب هخسر ايه لو زودت عن كده؟
لو زودت عن كده يبقى هرفع الدي سي كارنت اي ده زياده عن اللي انا محتاجه عشان اجيب ال 300 سترين كوندكشن انجل، يبقى اكيد هخسر في مين على طول؟ اكيد هخسر في الافشنسي. تمام؟ فعشان كده اخترنا اقل قيمه الاي تحقق لي الكونديشن بتاع كلاس ايه اللي احنا معلمين عليه. تمام كده؟ طيب بعد بقى ما رسمت الوي فورمز دي قلت طب انا عايز احسب الباور كونسيومد في الديفايس مثلا كي 1، فاتفقنا يعني ان انا ههمل البيس كارنت، فيبقى الكارنت الباور كونسيومد في كي 1 هو مين؟ هو فرق البوتنشال اكروس كي 1 اللي هو بي سي اي 1 مضروب في اي سي 1 اللي هو الاكسبريشن ده. فانا خلاص عندي معادله اي سي 1 من الرسمه دي وعندي معادله بي سي اي 1 ضربتهم في بعض خلاص هتلاقي الترم اللي في النص ده طير، يعني الترم الساين طير ترم الساين ده، وبقى لك الساين تربيع والدي سي، وقلنا فكينا بس الساين تربيع بايه؟ بنص ناقص نص كوساين ده في الزاويه، فطلع لي الاكسبريشن. طبعا ده الانستنتينيوس باور فانا رسمته هنا، لكن انا يهمني مين؟ ممكن يهمني الافرج باور، فهاخد الافرج بتاع ده طبعا يبقى الكوساين 2 اوميجا الافرج بتاعها هيبقى بصفر، يبقى هيبقى لي دي سي باور كونسيومد في ترانزستور كي 1 اعرف احسبه ان هو هيبقى ايه الترم ده اللي هو كانه الافرج بتاع الكيرف ده. تمام؟ طيب انا عايز بقى اكمل الحسبه بتاعت الافشنسي، تعالى نحسب نشوف بقى نعملها ازاي. طب تعريف الافشنسي هو اللود ديليفرد الباور ديليفرد اللود خلاص على الباور دي سي او الافرج دي سي باور اللي مسحوب من السبلاي، ده الديفينيشن اللي كنا اتكلمنا عليه الايه المحاضره اللي فاتت. طب الباور ديليفرد للود خلاص انا عارف ان اللود ديليفرد ليه ساينوسويد بالمنظر ده ليها في اوتبوت بيك، يبقى هو البي لود هيبقى في اوتبوت بيك تربيع على 2 ار لود. تمام؟ اللي هي في ار ام اس تربيع على ار لود يعني. فهي خلاص يبقى دي البي اللي راحت للود. طب ناقص لي بقى مين؟ البي اللي اتسحبت من السبلاي. اجيب البي اللي اتسحبت من السبلاي ازاي؟ يعني نرجع للرسمه هنا. انا عندي كام باور سبلاي في الرسمه هنا؟ عندي واحد فوق اهو بوزيتيف سبلاي وايه؟ واحد تحت نيجاتيف سبلاي، صح؟ فلازم احسب الباور اللي اتسحب من التو سبلايز مع بعض. طب الباور اللي اتسحب من السبلاي، تعالوا نبدا باللي تحت الاول لانه سهل. الباور اللي اتسحب من السبلاي اللي تحت هو الكرنت اللي ماشي في كيو 2 ده عباره عن ايه؟ عباره عن دي سي كرنت قيمته باي 1. طب بس ماشي بيسينك في ايه؟ في نيجاتيف سبلاي، يبقى انا بسحب من السبلاي ده كرنت قد ايه؟ باور قد ايه؟ هي اي في في سي سي. يبقى ده السبلاي الاولاني اهو هو على طول الدي سي كرنت اللي ماشي اي في ايه؟ في الفي سي سي. خلاص طبعا هو عشان هو نيجاتيف سبلاي والكرنت بيسينك فيه فايه؟ يبقى شرط ما ستارت. طب ناقص الكرنت السبلاي اللي فوق، عايز احسب الباور اللي انا سحبته من السبلاي اللي فوق. طب الكرنت اللي سحبته فوق ماله؟ هرسمه هنا اهو اللي هو بالنسبه لي هو مين؟ هو اي ايميتر سوري اي كولكتور كيو 1 اللي هو انا اوريدي رسمته هنا، صح كده؟ يبقى انا ساحب الباور من السبلاي اللي فوق بتساوي بي سي سي تايمز الاي، يبقى هاخد الرسمه بتاعت الاي دي واضربها في بي سي سي، فهيطلع لي الباور اللي مسحوب من السبلاي ده ساينوسويدال. طب انا عايز احسب الافرج بتاعته، الافرج بتاع الساينوسويدال ده هو مين؟ هو برضه الايه؟ هو الاي ده. يبقى الباور اللي سحب من السبلاي اللي فوق هو بي سي سي تايمز ايه؟ اي. لو انا عايز احسبه كافرج باور يبقى لما اجمع الباور اللي مسحوب من المجموعه تو سبلايز هيبقى 2 بي سي سي في مين؟ في الاي. تمام؟ فيبقى ده الاكسبريشن بتاع الايه؟ الباور اللي اتسحب من السبلاي. طب ارجع بقى اعوض في معادله الافشنسي، يبقى هقسم البي لود على البي سبلاي، يبقى جبت على طول الايه؟ الاكسبريشن بتاع الافشنسي as a function of mean. خلي بالكوا اهم حاجه طلعت الافشنسي مش بس function في الار لود والبايس كرنت والبي سي سي، لا طلعت كمان function في البيك سوينج اللي انا بديليفره للود، ودي معلومه مهمه جدا. تمام؟ يعني معناها ايه؟ معناها ان الافشنسي بتاعت الاوتبوت ستيج فانكشن في الاوتبوت سوينج اللي خارج منه. طيب يبقى معنى كده كل من المعادله دي كل ما انا عايز ماكسمايز الافشنسي المفروض اشغل الاوتبوت ستيج عند سوينج عالي ولا سوينج قليل؟ واضح من هنا ان كل ما هتشغل الاوتبوت ستيج عند الهايست اوتبوت سوينج اللي تقدر تستحمله او ديزايند عليه يبقى ساعتها هعرف اماكسمايز الايه؟ الافشنسي بتاعتي. طيب طبعا في ليميتيشنز بقى بتحكم مين؟ الفي اوتبوت بيك. فاكرين من اللي اتكلمنا بقى عليها المحاضره اللي فاتت ان الفي اوتبوت بيك كانت لازم دايما بتبقى اقل من ايه؟ من في سي سي. ده في الحقيقه كمان عشان الساتوريشن عشان التو ترانزستورز
ممكن يخرجوا زي ما اتفقنا المحاضرة اللي فاتت من الـ active region ويخشوا في الساتوريشن، ده هي في الحقيقة دايما VCC minus VCE sat، بس احنا قلنا في الاناليسيس بتاعنا اللي عملناه ده ان احنا هنجلكت VCE sat، بس دايما هي اقل من ايه؟ من VCC. طيب تعالوا بس نري رايت الايكويشن دي، فهاخد الربع ده بره وهاخد V output peak على I R load والV output peak التانية على ايه؟ VCC، وهنفهم ده عندك كده ليه. طب فواضح من المعادلة دي ان الترم ده دايما اقل من الواحد، صح؟ ليه؟ لان V output peak دايما اقل من VCC. طب والترم الاولاني ده، ده كنا لسه بنتكلم عليه في السلايد اللي فاتت، اللي هو اختياري للاي وعلاقته بالV output peak على R، مش كنا بنقول ان دايما الاي لازم يبقى يدوبك اكبر من V output peak على R عشان احقق class A condition، يبقى برضه الترم ده دايما اقل من ايه؟ اقل من الواحد. يبقى اذا الماكسيمم افشنسي هجيبها امتى؟ لما الترم ده يعني اقل من او يساوي الواحد، والترم ده اقل من ايه؟ او يساوي الواحد، يبقى هجيبها لما ده يساوي الواحد وده يساوي الواحد، صح كده؟ يبقى الماكسيمم، عشان كده سميتها الماكسيمم كلاس A افشنسي، لان انا ساعتها عوضت ان V output peak بتساوي VCC وال V output peak برضه بتساوي الايه؟ الاي في الار لو، هيطلع لي لما اتعوض هنا الربع اللي هو ايه؟ 25%. الرقم ده يعني من الارقام المشهوره قوي اللي الناس بحفظها على طول، هو بيديزاين بي ايز او اوتبوت سيجز، ان هو عارف طالما هو شغال اكلاس ايه عمره ما هيقدر يزيد عن 25%. ده بالعكس، ده دايما نتيجه السيركت امبرفكشنز زي مثلا في سي اي سات وزي حاجات ثانيه تظهر له، دايما هيبقى شغال عند ايه؟ عند افشنسي اقل من 25% دي. تمام؟ في اي سؤال في السلايد دي؟ طيب تعالوا بقى نتكلم على ايه؟ على قبل بس ما نسيب الكلاس ده خلاص، نحاول برضو نفهم ال 25% دي يعني الفرق راح فين؟ يعني انا مع 25% دي معناها ايه؟ معناها ان انا اديتك 100% يعني باور من البطاريه، انت عرفت توصل منها لللود 25%، طب وال 75% التانيين راحوا فين؟ ضاعوا في السيركت. طب ضاعوا في السيركت معناها هيجاتوا ديسيبيتد زي ما اتفقنا المره اللي فاتت في كل ترانزستور. طب لما ديسيبيت باور في الترانزستور وما تطلعش بره الدايره زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، هتتحول الى ايه؟ الى هيت انرجي، وهنتكلم عليها كده سريعا في ايه؟ في اخر المحاضره، ازاي هنحسب درجه الحراره بتاعت الترانزستور، ازاي ان هي هترفع لك درجه الحراره. طب فانا عايز اعرف بقى ال 75% الفاضيين دول راحوا فين؟ فاقدر اعملها ازاي؟ دي نفس الويف فورمز اللي اتكلمنا عليها في السلايدز اللي فاتت، انا بس راسمها هنا في الريفرنس يعني. طيب تعالوا نشوف بقى عند الماكسيمم فولتج سوينج، لان اتفقنا الماكسيمم فولتج سوينج هو الكونديشن بتاع الماكسيمم افشنسي، فحطيت الفي اوت بيك بيساوي في سي سي والاي بيساوي في سي سي على ار، ده الكونديشن بتاع الايه؟ ماكسيمم سوينج وماكسيمم افشنسي. طب لو رجعنا احنا كنا لسه حاسبين مع بعض في السلايد الاولى الباور ديسبيتد في كيو 1، وكنا قلنا ان هو في سي سي في اي على 2 اللي هو سميناه بي دي 1 اللي كنا حسبناه في الايه؟ في السلايد اللي فاتت، لما ضربنا بي سي اي 1 في ايه؟ فاكرين ضربنا بي سي اي 1 في الاي سي وخدنا بعد كده الايه؟ الافرج بتاعه. طب لو جيت قلت لك بقى احسب لي الباور ديسبيتد في كيو 2، يعني تعال نرجع للدايره كده، كيو 2 الباور ديسبيتد فيه احسبه ازاي؟ كيو 2 الكرنت اللي ماشي فيه ثابت على طول، هو بيساوي اي. طب والفي سي اي بتاعته هي مين؟ هي في اوتبوت زائد في سي سي، صح؟ اللي هي ده ماينس ده. طب فانت عرفت الكرنت وعرفت الفي سي اي، اضربهم برضه في بعض زي ما عملنا هنا، فادي المعادله بتاعتها انا كاتبها لكم هنا اهي. فالباور ديسبيتد هنا هيبقى الكرنت مضروب في الفي اوتبوت زائد الفي سي سي، فدي زائد الفي سي سي، والفي اوتبوت هي ايه؟ هي اتفقنا يعني البيك بتاعتها، هفترض خلاص الكونديشن ان الفي اوتبوت بيك بفي سي سي، عشان كده هنا كتبتها على طول ايه؟ كتبتها لكم على طول هنا في سي سي. تمام؟ يبقى دي معادله البي دي 2، لو جيت خدت الافرج بتاعها هيطلع انهي ترم على طول؟ بي دي 2 هيطلع هو الترم ده. يبقى ده الباور ديسبيتد في كيو 2، يبقى شايفين الكرنت سورس اكشلي بيجيب في ديسبيتد باور عاليه جدا. تمام؟ نص ضعف الباور اللي بتجيب ديسبيتد في مين؟ في كيو 1. طيب احنا كنا لسه حاسبين في السلايد اللي فاتت الباور ديسيبيتد في اللود اللي هي بتخرج بره، صح؟ اللي هي كنا لسه جايبينها ايه في السلايد اللي فاتت؟ في اوت بوت بيك تربيع على ار لود، صح؟
عوض بس بأوتبوت بيك هي في سي تربيع على ار لود مش كده، فهيطلع لك ايه الاكسبريشن ده. ليه؟ لان انت عارف ان ايه في سي سي تربيع على ار لود، انت فارض ان الكرنت هو في سي سي على ار لود، فيبقى كانها في سي سي في في سي سي على ايه على ار لود، فيبقى ده الباور ديسيبيتد في اللود اللي احنا حسبناه من السلايد اللي فاتت. طيب تعالى بقى نجمع كده مجموع الثلاثه كرنتس دول، الكرنت ديسيبيتد في كيو 1 والكرنت ديسيبيتد في كيو 2 والكرنت ديسيبيتد في ايه في اللود. مش لازم مجموع الثلاثه دول يساوي الكرنت اللي انت خدته منين من السورسز. فعلا هتلاقي لما تجمع ده في سي سي اي على 2 في سي على 2 وفي سي سي اي مجموعهم هو 2 في سي سي اي، فيبقى فعلا كل اللي انت سحبته من السبلاي تمام حصل له ايه، حصل له ديسيبيشن بس ربعه بس اللي هو الجزء ده جود ديسيبيتد. فين جود ديسيبيتد؟ في اللود اللي هو اللي انت نفسك فيه اصلا، والثلاث ارباع اللي هو الجزء اللي فوق ده جود ديسيبيتد فين؟ في الترانزستورز، وهيجنريت هيت في الاخر، فطبعا ده حاجه مش ايه مش ديزايربل يعني. تمام. طيب في اي اسئله في كلاس ايه اوتبوت ستيجز؟ طيب تعالوا نبص بقى على ايه كلاس بي. في سؤال بس يا دكتور، في اللي هو في الباور ديسيبيتد في كيو 1 هو ليه في سي اي اوفر 2؟ هو ده اللي حسبناه فاكر في السلايد دي اهي، اللي هو ده باور ديسيبيتد في كيو 1 اهو بي دي 1 صح؟ مش هو بيطلع فيه فاكر الترم اللي هو كوساين 2 اوميجا واي بي سي على 2 اهو، هو ده. تمام يا دكتور. ماشي. طيب تعالوا بقى نتكلم على كلاس بي باور امبليفايرز او اوتبوت ستيجز يعني، ونشوف ازاي ده هيساعدني ان انا ارفع الايه الافشنسي بتاعت البي اي او الاوتبوت ستيج بتاعي. طيب هعمل كلاس بي ازاي؟ الكلاس بي هعمله زي الدايره اللي على اليمين دي، ان انا ادخل الانبوت بتاعي خلاص على كيو ان اللي هو شبه اللي كان موجود في الاميتر فولور صح؟ بس بدل ما احط تحت a constant current source زي ما كنت عامل هناك، لا هخلي كيو بي ده برضه ياكت از ايه emitter follower. يعني فكر فيها كده ايه ان ده emitter follower صح؟ كيو ان اهو بدخل الانبوت على البيز وبتاخده منين؟ من الايميتر. طب والكيو بي برضه شغاله زي emitter follower، ليه برضه شغاله زي emitter follower؟ ها مدخل الانبوت برضه على البيز واخد الاوتبوت منين؟ من الايميتر، بس عكسته يعني ده كان ان بي ان وده كان ايه بي ان بي. طيب تعالوا بقى نحاول نفهم تشتغل ازاي. طب تعالى نفترض كده ان انت دلوقتي ايه الدايره حاطط الانبوت بيساوي صفر خلاص، يعني لو الانبوت بيساوي صفر ماشي. تعالى نفكر كده الترانزستور زي يعني وضعها هيبقى عامل ازاي. طب انا مش عارف مين اون ومين اوف صح؟ يعني انا تفتكروا بقى زمان خالص اول ما بدات مسائل الباي بولرز كنا بنقعد نعمل ايه؟ ما بيبقاش عارف قبل ما احل مساله مين اون ومين اوف، فبضطر اقعد افرض اقول والله طب هاسيوم ده اون وده اوف او ده اوف وده اوف، او تحل مساله وتشوف الاسامبشن بتاعك صح ولا لا مش كده؟ طيب تعالى نفترض ان الحل هيبقى ان الاثنين اوف وهو ده الصح يعني زي ما هنشوف دلوقتي يعني. طب فلو ده اوف وده اوف يبقى الكرنت اللي ماشي اي ان بصفر والكرنت اللي ماشي ايه اي بي بصفر، يبقى الكرنت اللي ماشي في اي لود برضه بايه بزيرو مش كده؟ لان كي سي ال هنا ده بصفر ده بصفر، يبقى اي لود بصفر، يبقى معناها في اوتبوت هتساوي كام؟ يبقى في اوتبوت هتساوي زيرو صح؟ يبقى عند الكونديشن ده لو افترضت ان الاثنين اوف وده بصفر هيطلع لك ده بصفر. طب هل ده يفاليديت الاسامبشن بتاعك؟ المفروض في بي اي طلعت اقل من 0.7 او 0.5 يبقى فعلا كيو ان ده اوف. طب وبالنسبه للكيو بي برضه في اي بي طلعت اقل من 0.5 او 0.7 يبقى فعلا ده اوف، يبقى الفرضيه بتاعتي دي صح ان انا لما جيت احل عند النقطه دي اللي هي في انبوت بصفر الاثنين افترضت انهم ايه اوف. طب تعالى بقى نفكر كده لو ده بدا يزيد خلاص الفي اوتبوت واقفه على صفر، لما ده يبدا يزيد منطقي مين فيهم هيترن اوف هيترن اون الاول، الان ولا البي؟ ها هو البيز بتاع مين اللي بيزيد؟ البيز بتاع ده بيزيد خلاص وده لسه واقف على الصفر لان كانوا الاثنين اوف، طب فده قاعد يزيد
يبقى الفي في اي بتاعت الان عماله يحصل لها ايه؟ عماله تزيد. طب والفي اي بي بتاعت البي عماله يحصل لها ايه؟ تعكس، عماله تقل. يبقى اكيد ده هيفضل ايه؟ اوف، صح كده؟ طيب فانت عمال تزود البيز بتاع الايه؟ ال كيو ان، والاوتبوت بتاعه لسه واقف على صفر. طب امتى بقى يتيرن اون الكيو ان ده؟ لما الفي اي بي دي توصل لكام تقريبا؟ ل 0.7، او يعني قول اول ما توصل ل 0.5 مثلا يبدا بقى ده يتيرن اون، والتاني يفضل ايه؟ اوف، اللي هي انهي ناحيه من الكيرف؟ اللي هي الناحيه دي من الكيرف. يبقى هو هيفضل اوف خلاص، وطبعا التاني اوف، فطول ما الاثنين اوف الاوتبوت لسه بكام؟ الاوتبوت لسه بزيرو. فعشان كده رسمتها الاول ثابت بزيرو لحد ما وصلنا لكام؟ لل 0.5. طب ال 0.5 دي يا دوبك كفايه انها تبدا تتيرن اون مين؟ الكيو ان. فالجزء ده من الريجن او من الكاركترستكس دي الاول هنا كده، الكيو ان هو اللي قلب اون، بس الكيو اوف الكيو بي مازال ايه؟ مازال اون. طب اول ما الكيو ان يقلب اون هيبدا يمشي بقى فيه كارنت. الكارنت ده هيروح فين بقى؟ ما هو البي مطفي، الكارنت ده يبدا يروح فين؟ في اللود على طول، صح كده؟ يبقى كان ده بقى ايميتر فولور، بس الكارنت اللي ماشي فيه هو اللي ماشي في مين؟ في الار لود. طب يبقى الايميتر فولور ده معادلته ايه على طول؟ معادلته ان في اوتبوت هتساوي في انبوت ماينس الايه؟ الفي بي اي بتاعت الكيو ان. فيبقى المعادله بتاعتي اهي ان في اوتبوت هتساوي في انبوت ماينس في بي اي ان، طول ما في انبوت اكبر من الفي بي اي ان اللي هي فرضنا ان هي 0.7 عشان يترن اون. طب المعادله دي خلاص معادله خط مستقيم تقريبا السلوب بتاعها بواحد، يبقى شبه الايميتر فولور اللي اتكلمنا عليه المحاضره اللي فاتت. طب يفضل يزيد بقى معاك كده لحد فين؟ لحد ما ايه؟ اوصل لفين؟ اوصل ان انا اخرج من الاكتف ريجن واخش فين؟ الساتوريشن، لحد ما الفي سي اي دي توصل للايه؟ للفي سي اي سات. لان انت كل ما بترفع ده، كل ما بترفع البيز الاوتبوت عمال يحصل له ايه؟ الاوتبوت عمال يزيد هو كمان بيفولو، بس متشفت بايه؟ بال 0.7 او بالفي بي اي. بس at some point ده هيوصل ان هو يبقى اعلى من في سي سي ماينس الفي سي اي سات، اللي هو ساعتها الكيو ان ده هيخش منك فين؟ في الساتوريشن ريجن. فساعتها الاوتبوت بتاعك هيثبت على قيمه ايه؟ في سي سي ماينس في سي اي سات. فعشان كده وصلنا هنا ان الحته دي ثبتت، وعلى كام قيمه في سي سي ماينس في سي اي سات؟ وصلت امتى؟ لما الانبوت وصل اقل من القيمه دي، سوري اعلى من القيمه دي بايه؟ بالفي بي. فهي نفس القيمه اهي، بس جمعنا عليها ايه؟ في بي ان. تمام؟ طيب في اي سؤال الاول في الناحيه البوزيتيف دي من الكاركترستكس؟ في اي حته مش واضحه فيها؟ تمام؟ طيب حلو قوي. طب تعالى نتكلم بقى الناحيه النيجاتيف. خلاص؟ الناحيه النيجاتيف كل حاجه بالمثل بس هنعكسها. بمعنى ايه؟ تعالوا نشيل العلامات بس اللي احنا حاطينها دي. خلاص؟ الناحيه النيجاتيف احنا اتفقنا انا واقف هنا 0 فولت في الاول، الايه ده ب 0 فولت، صح؟ دي البدايه. طب انا بدات اقلل بقى ده، مش كده؟ انا ما عايز امشي شمال دلوقتي. خلاص؟ لما الانبوت يقل، تمام؟ يبقى الفي بي اي بتاع الكيو ان هيحصل له ايه؟ هيقل. يبقى اكيد ده هيفضل ايه على طول؟ ده هيفضل اوف. بس بالنسبه للكيو بي البيز بيقل والايميتر ثابت على صفر، يبقى at a certain point مين هيبدا يترن اون؟ الكيو بي هيبدا يترن اون. طب امتى الكلام ده يحصل؟ لما ده يبقى اعلى من ده بتقريبا الايه؟ ال 0.5 او اللي هي الفي بي اي او في اي بي اللي هتترن اون. يبقى لو ده واقف على صفر يبقى لما ده يوصل ناقص نص، اللي هي النقطه دي. تمام؟ فيبقى اول ما ده يوصل ناقص نص الحته دي لسه الاثنين اوف فيها، اول ما يوصل ناقص نص هيبدا مين بقى يترن اون المره دي؟ يبدا كيو بي هو اللي يترن اون، وكيو ان ما زال ايه؟ اوف. طب لما كيو بي ترن اون هيمشي كارنت ازاي؟ هيمشي كارنت كده. تمام؟ طيب الكارنت ده هيروح فين؟ الكارنت ده هيجي له كله من اللود. طب ازاي؟ خلي بالك ان انت في الجزء ده من الكاركترستكس الفي اوتبوت اشارتها ايه هنا؟ الفي اوتبوت از نيجاتيف، فيبقى الكارنت اللي في اللود هيعكس، هيمشي من الجراوند للايه؟ للاوتبوت نود، فبالتالي هو اللي هيبروفايد الكرنت عشان يبايس الكيو بي انه يشتغل از ان ايميتر فولور برضه. تمام؟ طيب
برضو هفضل ماشي يبقى السلوب هنا برضو بواحد مش كده. المعادله هنا ايه؟ المعادله المره دي هجيبها بقى من الايميتر فولور بتاع البي، ان في اوتبوت هتساوي في انبوت زائد البي اي بي مش كده؟ اهي فيبقى المعادله المره دي في اوتبوت بتساوي في انبوت زائد في بي. يبقى خلي بالك المعادله اتغيرت، هناك كانت ناقص في بي اي ان، هنا بقت زائد لان انت ماشي ايه؟ الكي في ال بتاعتك ماشيه كده تمام؟ فبقت في اوتبوت بتساوي في انبوت زائد الايه؟ الفي بي. طب برضه معادله خط مستقيم السلوب بتاعها بواحد، بس بدل ما كانت المعادله المره دي الاولانيه متشفته يمين، معادله خط مستقيم دي متشفته ايه؟ شمال عند النقطه دي صح؟ عشان كده واحده منها ايه؟ مجموع عليها في بي والثانيه مطروح منها في بي. طب يفضل ماشي نيجاتيف طبعا برضه لحد ما ايه؟ ما كيو بي يخش منك في الساتوريشن، ساعتها يثبت الاوتبوت على نيجاتيف في سي سي زائد في سي اي سات بتاع البي، فيثبت هنا وتقدر تحسب الانبوت فاليو اللي هيوصل عندها ان هي هتبقى ايه؟ نفس القيمه دي بس تحتها بايه؟ بفي اي بي تمام؟ فطرحت منها ايه؟ الفي اي بي. يبقى كده جبنا الكاركترستكس بتاعت الكلاس بي اوتبوت ستيج تمام؟ طب سؤال بقى قبل ما نسيب الحته دي، ليه سميناه كلاس بي بقى؟ لو جيت ابص على كل ترانزستور منهم تمام؟ كل ترانزستور منهم شغال في قد ايه من البيريود؟ يعني لو رسمت الانبوت ساينوسويدال كده خلاص؟ لو دخلت الفي انبوت ساينوسويدال، الكيو ان شغال في انهي سايكل؟ في البوزيتيف ولا في النيجاتيف؟ الكيو ان شغال في البوزيتيف بس صح كده؟ وفي النيجاتيف الكيو ان ماله؟ مطفي صح كده؟ فالكوندكشن انجل بتاعت كيو ان هي كام تقريبا؟ 180 درجه. ليه؟ لانه بيشتغل بس في البوزيتيف تمام. طب والكيو بي العكس، كيو بي بيشتغل في انهي جزء من السايكل؟ في النيجاتيف بس، فكيو بي الحقيقه شغال بس هنا صح؟ يبقى كيو بي برضه الكوندكشن انجل بتاعته كام؟ هي تقريبا هي ال 180 درجه لانه مطفي في البوزيتيف سايد. الحقيقه كمان هي اقل شويه من 180 درجه بتوع الاثنين. ليه؟ لان في حته هنا مالها؟ في حته في البدايه، يعني في البدايه هنا الحته الصغيره دي الكيو ان مش شغال في ال 180 كلها، لا في حته صغيره هنا اللي هي هنا مطفي فيها لحد ما يوصل 0.5 هو مش شغال فيها، فالكوندكشن انجل اقل من 180. عشان كده قلت لك هنا تقريبا بتساوي 180 تمام. فبما ان المين ديفايس شغال الكوندكشن انجل بتاعته 180، عشان كده سمينا ده ايه؟ كلاس بي باور امبليفاير. طيب بس هل سؤال بقى، يعني بالكرنت لو جيت ترسم الكرنت بتاع كيو ان هيطلع شكله عامل ازاي؟ الكرنت اللي ماشي في كيو ان هل هيطلع ساينوسويدال كرنت زي كلاس اي امبليفاير، ولا كيو ان بس شغال في هاف السايكل؟ يبقى كيو ان شغال في هاف السايكل. فلو جيت ارسم الكرنت بتاع كيو ان انت متوقع يبقى عامل ازاي؟ متوقع يبقى عامل كده، يبقى هاف ايه؟ ساين ويف كده صح؟ ليه؟ لان هو بس بيشتغل في الايه؟ في البوزيتيف هاف سايكل، والنيجاتيف هاف سايكل كيو ان بيطفي صح كده؟ ده عشان كده مختلف عن الكلاس اي. كلاس اي لا الكرنت كان عمره ما بيطفي، لكن هنا لما جيت ارسم الكرنت اللي هو اي سي اي سي ان مثلا خلاص، هتلاقيه ايه؟ واخد هاف ساين ويف كده بالمنظر ده، في البوزيتيف سايكل شغال تمام. طبعا بوزيتيف سايكل الا حته صغيره اللي هي الايه؟ اللي حته الصغيره اللي هي لسه ما وصلش لل 0.5. بس لو اهملنا ال 0.5 دي يبقى تقريبا في كل النيجاتيف سايكل مش شغال، والبوزيتيف سايكل ايه؟ شغال وهكذا. طب بس السؤال، الكرنت بقى اللي ماشي في اللود هل هياخد الشكل بتاع الهاف ساين، ولا الكرنت اللي ماشي في اللود في البوزيتيف سايكل بياخد الكرنت منين؟ من الكيو ان. طب والنيجاتيف سايكل بياخد الكرنت منين؟ من الكيو بي. يبقى لو جيت قلت لك لا ارسم لي بقى الكرنت اللي ماشي في اللود هيطلع عامل ازاي؟ هيطلع ساينوسويدال كامله تقريبا يعني. ليه؟ لان في البوزيتيف سايكل تمام هياخدها منين؟ من الكيو ان. طب وفي النيجاتيف سايكل هيعكس الكرنت ويمشي كانه جاي منين؟ من الكيو بي. فيبقى اذا الاوتبوت لود ما حسش ان الترانزستور اللي فوق طفى واللي تحت ايه؟ اشتغل. هو بالنسبه له هو جاي له الفول ساين ويف خلاص. بس تكون بقى الترانزستورز بتطفي في الهاف سايكل اللي هي انت مش محتاجها فيها، ده اللي هيحسن الافشنسي، وهنشوف ازاي دلوقتي تمام. في اي سؤال في السلايد دي؟ طيب تعالوا بقى. بعد اذن حضرتك بس
هو انا بس كنت عندي سؤال، هو يعني انا حاسه ان الدايره شبه شويه بتاعه الدايره بتاعه سي موس اللي احنا خدناها في الاوسيليتورز، فالدايره بتاعه سي موس كان فيها ريجن صغيره كده الاثنين اثنين ترانزستورز بيبقوا اون، فهنا ما فيش اي كونديشن ان هما الاثنين مع بعض يبقوا اون. هو انا عارفه ان هنا عكس، يعني عارفه هنا الان فوق والبي تحت والتاني كانت البي فوق والان تحت، بس بسال يعني بالظبط كده. هو ده الفرق كبير بينهم، خلي بالك الفرق كبير قوي بينهم، ان هناك كانت الان هو اللي تحت والبي هو اللي فوق، فالكرنت يمشي من فوق لتحت، لكن هنا تمام الكرنت يمشي من فوق لتحت. انت فاهم قصدي ليه؟ عشان لان هقول لك ليه، تعالي بس نشيل العلامات دي عشان تبان، فكري فيها كده. انت عشان الان يشتغل لازم ده يبقى اعلى من ده بقد ايه؟ 0.5. طب عشان البي بقى يشتغل لازم ايه اللي يحصل؟ العكس، ده اللي يبقى اعلى من ده 0.7. هل الاثنين كونديشنز دول ينفع يتحققوا مع بعض؟ بالعكس، ده واحد بيقول لك النود دي اعلى من دي 0.7 والتاني بيقول لك لا النود دي هي اللي اعلى من دي 0.7. عمر الكونديشن هنا يتحقق ان الاثنين يشتغلوا مع بعض. عشان كده الدايره دي متقسمه 3 ريجنز كده، صح؟ هنا الاثنين اوف، هنا هنا واحد اون واحد اوف، وهنا واحد ايه اون والثاني اوف. لكن السي موس انفرتر لا، ده قصه ثانيه بقى، ده انا عامل الان تحت والبي فوق، ممكن الاثنين يبقوا مع بعض مفيش مشكله. يعني في حته في النص هتديني في جي اس هنا تكفي للي تحت، وفي اس جي تكفي للي ايه للي فوق. طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده هيفرق ازاي على حسبه الافشنسي. بس قبل ما نحسب حسبه الافشنسي، بس تعالوا نتكلم على الحته الصغيره دي هتعمل ايه. الحته الصغيره دي بتسبب حاجه بنسميها كروس اوفر ديستورشن، وهنفهم ليه. لو انت الكاركترستكس بقى بتاعتك رسمناها كده خلاص للكلاس بي باور امبليفاير، دخلت عليه انبوت ساينوسويدال بالمنظر ده، لو انت بقى ما اهملتش حته الكروس اوفر دي كانها هتعمل ايه؟ الحته اللي حوالين الزيرو كروسنج، عشان كده بنسميها كروس اوفر ديستورشن، الحتت دي لما تيجي تسقطها، ما انا رسم الانبوت على الاكس اكسس هسقطه على الكاركترستكس اجيب مين؟ الاوتبوت من الواي اكسس، صح كده؟ فالحته اللي هي اللي عند الزيرو كروسنج دي عندها كروس اوفر ديستورشن، الاوتبوت هيجت كليبت على كام هنا؟ ها؟ هيجت كليبت على صفر. فدايما الحته دي هتلاقي الاوتبوت هنا ماله؟ راح ثبت كده حته صغيره على صفر، ثبت هنا حته كده ايه صغيره على صفر، تمام؟ فكان حصل كانك حصل ديستورشن الساين ويف بتاعتك، طبعا دي حاجه مش ايه مش ديزايربل يعني. هنشوف هنحلها دلوقتي ازاي. خلاص؟ طيب قبل بس ما يعني ما نشوف حلها، تعالوا بقى هنهملها دلوقتي. يعني هنفترض ان الكروس اوفر ديستورشن دي مهمله قوي، يعني كانك بتقول والله السوينج ده عالي قوي مقارنه بدي، فكاني هابروكسيميت بس دي دلوقتي على انها ايه الفول ساين، يعني فول ساين كده والفول ساين كده، خلاص؟ فكاني ههملها بس عشان ادرس الايه الافشنسي بتاعه الكلاس بي. فانا عايز دلوقتي احسب بقى الافشنسي اللي انا كسبتها ان انا رحت ليه للكلاس بي. طب عشان احسب الافشنسي عايز احسب البي لود، خلاص؟ فالبي لود زي ما اتفقنا اللود مش شايف ان في ترانزستور بيطفي في الهاف سايكل وترانزستور تاني بيشتغل في الهاف سايكل، فهو واصل له الفول ساينوسويدال فين؟ في الاوتبوت، صح؟ طيب فيبقى الباور اللي واصل له هو كام؟ خلاص يبقى هو الفي اوتبوت بيك تربيع على 2 ار لود، نفس الاكسبريشن بتاع كلاس A، ما فرقش في حاجه. طب ليه؟ لان هو في الاخر شايف الكرنت خارج له من الدايره واحد بس، المره دي البوزيتيف سايكل جاي من الكيو ان والنيجاتيف سايكل جاي منين؟ من الكيو بي، بس هو بالنسبه للود مش حاسس بالفرق ده، تمام؟ فعشان كده معادله الايه البي لود ما فرقتش عن الاي كلاس بي كلاس اي اسف. طب ايه بقى اللي هيفرق؟ الباور اللي هيتسحب منين بقى؟ من السبلاي. تعالوا نحسبه بقى. طب السبلاي كرنت المره دي هيبقى عامل ازاي؟ تعالوا نرجع للمساله. السبلاي كرنت عشان احسب الباور اللي خارج من السبلاي يبقى لازم اشوف الكرنت ده واضربه في الفي سي سي، واشوف الكرنت ده واضربه في مين؟ في في سي سي برضه، لان هي نيجاتيف والكرنت ايه؟ بيسينك في السبلاي، صح كده؟ طب الفرق بقى المره دي ان الكرنت اللي مسحوب من السبلاي اللي فوق ده ما هوش فول ساين ويف زي المساله اللي فاتت بتاعت كلاس ايه، لا ده الكرنت اللي بيسحب من السبلاي عامل ازاي؟ عامل هاف ساين ويفز كده، صح؟ ونفس الكلام بالنسبه للكرنت اللي بيسينك في السبلاي، بس عكس. يعني لو دي في البوزيتيف سايكل يبقى اختها هنا في نفس الوقت، يعني خلينا نرسمها فوق عشان تبان مع بعض، في نفس الوقت لما
الكرنت بتاع تحت هيبقى بصفر. طب وبعد كده العكس بقى يشتغل صح، وبعد كده لما لفوق يبقى شغال يبقى لتحت ايه مطفي وهكذا صح وهكذا. فيبقى الكرنت المسحوب من السبلاي لفوق هاف ساينز، والكرنت اللي بيسينك في السبلاي لتحت هاف ساينز. طيب فتعالى نحسب واحد منهم، تعالى نبدا باللي فوق خلاص. يبقى الباور اللي مسحوب السبلاي اللي فوق هعمل ايه؟ هضرب الـ VC في الهاف ساين واجيب الافرج بتاعها. يبقى كانك بتعمل ايه تكامل للايه عشان اجيب الافرج يعني للـ VCC مضروب في ايه في الهاف ساينز بتاعه الكرنت اللي هي ايه للـ ICN DT صح. تكامل ايه بقى من 0 ل T خلاص، واقسم واحد على ايه واحد على تي. مش كده؟ مش ده تعريف الايه ده تعريف الافرج، انت بتاخد بيريود وتكامل عليها وتقسم على ايه واحد على تي. طب بس خلي بالك بقى ان الاي سي ان ده ما هوش ساينوسويد، لا ده هيبقى ساينوسويد بس في نص الايه البيريود. فالحقيقه دي هتبقى ايه بقى هنا تي على 2 صح. ليه؟ لان هو بصفر في الجزء الاولاني من السايكل وبس ساينوسويد فين في الجزء الثاني. طب النص الثاني بقى هتشيل ايه الاي سي ان ده، هتحطه بدلاله ايه؟ هتحطه بدلاله اي بيك صح، ساين اوميجا تي، وتعرف تعمل الايه، تعرف تعمل التكامل تمام. فيطلع لك تكامل الهاف ساين ويفز اللي هو كان بيطلع لنا ايه على طول لو تفتكروا، اللي هو كان بيطلع لنا الاي بيك على باي تمام. والاي بيك بتاعتي هي الفي اوتبوت بيك على مين؟ على الار لود خلاص. فيبقى يبقى في اوتبوت بيك على ار لود دي هي البيك كرنت خلاص، اللي هي اي اوتبوت بيك تمام. ليه بقى الاي افريج طلع البيك على باي تمام؟ لان انا عملت انتجريشن للهاف ساين ويفز، او طبعا كان ممكن اجيبها من الفورير سيريز ان هي الدي سي كومبوننت بتاعت الفورير سيريز بتاعت الايه الهاف ساين ويف، هي سواء تجيبها بالتكامل او من الايه فورير سيريز ذا سيم يعني خلاص. يبقى كده عرفت احسب مين الاي افريج اللي محسوب من السبلاي اللي فوق خلاص. وطبعا لو جيت تكررها للسبلاي اللي تحت هي ما انت برضه بتكمل نفس الهاف ساين ويفز، فبرضه يطلع لك نفس الاي افريج. فيبقى الباور اللي مسحوب من فوق زي الباور مسحوب من تحت، فيبقى هضرب في 2، هجيب واحد واضرب في 2. يبقى الباور سبلاي الباور مسحوب من السورس هو 2 اي افريج في البي سي سي، وعوض بقى من هنا بالاي افريج اسف عوض هنا بالاي افريج. يبقى جبت الايه الباور المسحوب من السبلاي 2 في اوتبوت بيك بي سي سي على اي ار لود. ارجع بقى عوض في معادله الافشنسي خلاص، هتلاقي الار لود كانسلت وبقى لك بس ايه الاكسبريشن البسيطه تمام. طيب برضو يبقى لما اجي ابص هنا ايه الماكسيمم افشنسي اللي هجيبها من كلاس بي، برضو ان البيك في اوتبوت بيك هتساوي البي سي سي، ده اعلى افشنسي اقدر احصل عندها. يبقى لو البي اي شغال عند سوينج اقل من البيك فولتج يبقى الافشنسي هتقع تمام. فبرضو اجي من مصلحتي ان انا اشتغل عند اعلى في اوتبوت بيك ممكنه للدايره، وساعتها الافشنسي بتاعتك هتبقى على 4 اللي هي لو عوضت هتلاقيها ايه 78% تمام. فطبعا فرق كبير جدا في الافشنسي مقارنه بالافشنسي بتاعت مين بتاعه الكلاس A. كلاس A كان 25% ده 78% تمام. فواضح طبعا انت كسبت جامد قوي في الايه في الافشنسي بتاعت كلاس B compared لايه لكلاس A تمام. في اي اسئله في السلايد دي لحد دلوقتي؟ طيب تعالوا بقى قبل ما نسيب كلاس بي نشوف الباور ديسيبيتد في الديفايس نحسبه ازاي زي ما عملنا هناك يعني. فالباور ديسيبيتد في التو ديفايسز بقى على بعض يعني هو الباور اللي اتسحب من السورس ناقص اللي راح فين في اللود صح. ما هو الفرق بينهم لازم يديسيبيت في الديفايس. طب وانت عندك اكسبريشن بتاع ده واكسبريشن بتاع ده، اطرحهم من بعض جبت اكسبريشن بتاع الباور ديسيبيتد في الايه في التو ديفايسز او في الدايره كلها على بعض. طب تعالى بقى بص على المعادله دي هتلاقي حاجه غريبه جدا، طلعت معادله ايه كوادراتيك فيها في اوتبوت بيك وفي اوتبوت بيك تربيع تمام. فيبقى غالبا المعادله دي فيها مينيمم او ماكسيمم صح. طب اعرف ازاي؟ اعمل لها تفاضل بالنسبه للفي اوتبوت بيك وساوي التفاضل ده بصفر. فلو جيت رسمت المعادلة دي اللي هي الـ power dissipated في الـ device versus الـ x-axis هو الـ v output peak، v output hat ده مقصود بـ v output peak،
هتلاقي فعلا ان المعادله دي لما الفي اوت اوف بيك صغيره جدا اقدر احمل الترم ده، هي ماشيه في الاول ايه لينير اهي كانها معادله خط مستقيم، بس كل ما الفي اوت اوف بيك بتزيد الترم التربيعي ده بيزيد فيطرح شويه، فالسلوب يقل السلوب يقل لحد ما يوصل لماكسيمم بوينت، وبعد كده الترم الكوادراتيك يكبر بقى فيبدا ايه السلوب يعكس وتنزل نيجاتيف. خلاص طب اجيب بقى نقطه البيك دي ازاي؟ هفاضل واساوي الكلام ده بصفر. لما تعمل الكلام ده هتلاقي ان حل المعادله دي هي ان الفي اوت بي تساوي 2 في سي سي على باي اللي هي النقطه دي. تمام طب ارجع بقى عوض في المعادله تاني بالقيمه دي هنا واحسب الباور ديسبيتد ماكسيمم، هتلاقيها تطلع لك الايه القيمه دي. تمام طب ايه بقى اللي انا عايز اوصل له من هنا؟ لو جبت بقى الباور ديسبيتد ماكسيمم دي تمام اقدر ارجع اعوض في معادله الافشنسي ولا لا؟ الافشنسي هي البي لود على الايه على البي سورس صح، وانت عندك البي ديفايس، البي لود تقدر تحسبها من الفي اوتبوت بي تربيع على ايه على 2 ار لود، فيبقى اقدر ارجع اعوض في المعادله دي واحسب عند النقطه دي الافشنسي بتساوي كام. هتلاقي حاجه يعني ظريفه جدا، هتلاقي ان النقطه دي الافشنسي عندها 50%، وده منطقي ان الافشنسي مش هتبقى عاليه هنا. ليه مش هتبقى عاليه؟ لان النقطه دي هي البيك للباور اللي ديسيبيتد فين؟ في الترانزستور، يبقى الباور دي ما خرجتش بره. تمام طيب امال فين البيك بقى بتاعت الافشنسي؟ البيك بتاعت الافشنسي زي ما كنا حسبناها من شويه في السلايد اللي فاتت، هي عند اعلى في اوتبوت بيك اللي هي في سي سي. تمام دي اعلى نقطه للايه للافشنسي، حسبناها في السلايد اللي فاتت اللي هي ادتنا 78%. امال النقطه الجديده اللي احنا حسبناها دي ايه؟ لا دي الماكسيمم ديسيبيشن كونديشن في الديفايس او في الاوبس ستيج بتاعتك على بعض. تمام طب طبعا انت احسن لك تشتغل فين؟ زي ما قلنا قبل كده احسن يشتغل هنا مش كده؟ يبقى احسن يشتغل هنا عشان الافشنسي تبقى ماكسمايزد والباور ديسيبيتد في الاوبس ستيج تبقى اقل، فبالتالي التمبريتشر رايز او الثيرمال يبقى اقل لان الباور ديسيبيتد اقل في الايه في الاوتبوت ستيج. طيب بس امال ايه بقى الخطوره في دي؟ الخطوره في دي ان لو حصل ان السيجنال بتاعتك اللي داخله على الاوتبوت ستيج، يعني افرض انت مش بتتحكم في البيك بتاعها، افرض لاي سبب البيك بتاعها قل شويه، يبقى هتتحرك من اي نقطه لاي نقطه؟ هتتحرك من هنا لهنا. يبقى فجاه كده لو الانبوت سيجنال اللي داخله على الاوتبوت ستيج بتاعك او الباور امبليفاير بتاعتك صغرت، هتلاقي الباور ديسيبيتد في الديفايس زادت، فتلاقي درجه الحراره عاليه. فطبعا دي خطره. ليه؟ لان انت كده لما تيجي الديزاين الدايره انها تستحمل درجه حراره معينه، لازم تديزاين انها تستحملها عند انهي نقطه؟ عند نقطه البي ديسيبيتد ماكسيمم ولا عند اعلى افشنسي؟ لازم اخليها تستحملها عند ايه؟ عند اسوء كونديشن اللي هو عند الماكسيمم باور ديسيبيشن كونديشن. خدين بالكم الحته دي؟ يعني رغم ان انت نفسك تشتغل دايما عند الهايست افشنسي، بس لو الانبوت لاي سبب قل، الباور ديسبيتد في الديفايس هتزيد على طول، فبالتالي لازم انا اقدر استحمل الايه الباور ديسبيتد في الديفايس دي عشان الترانزستور ما يسخنش زياده عن التمبريتشر ريتد بالتكنولوجي اللي انا شغال فيها. تمام في اي سؤال في السلايد دي؟ طيب الحته بس الاخيره نشوف بعض التكنيكس ازاي اخلص من الديد زون في كلاس بي امبليفاير. فاول طريقه يعني بسيطه جدا بس معتمد على الفيدباك، هو ان هو قال لك خلاص انت دلوقتي الديد زون دي عندك فين؟ في النقطه دي، ان هي الايه ان الانبوت مش بيترن اون، او يعني الدايره مش بتيرن اون غير بعد 0.5 وايه وبيلو نيجاتيف 0.5 صح، اللي هي النقطه دي اللي هي يعني بلس ماينس ال 0.5 هنا، من بعدها ومن قبلها الدايره تبدا تشتغل صح. طب فلو حطيت امبليفاير الجين بتاعه عالي قوي، يبقى عشان اجيب بلس ماينس 0.5 هنا يبقى انا محتاج هنا قد ايه؟ ها ما ده هيضرب في جين عالي قوي، عشان يجيب لك النص فولت هنا يبقى كان ده محتاج يزيد او يقل قد ايه؟ يزيد او يقل بلس ماينس النص فولت، بس نقسمه على مين؟ نقسمه على الجين العالي قوي صح كده؟ ليه؟ لان هو هيتضرب في جين عالي ويجي لك هنا، فانت عايز الحته دي يا دوبك تعدي 0.5، يبقى كانك عايز الحته دي تعدي ايه 0.5 على الجين بتاع الايه الامبليفاير اللي انت زودته ده، فيبقى كده كانك عملت ايه لو انت اخترت جين عالي؟ كان الكروس اوفر ديستورشن حصل له ايه اوفرول؟ قل.
لان انت قسمت ال 0.5 على ايه؟ على الجين عالي، فالنيو كروس اوفر ديستورشن او الديد زون بنسميها هتبقى زائد ناقص في بي اي على الاي نوت بتاعت الايه؟ الامبليفاير بتاعك. خلاص. طريقه تانية برضو تفكر فيها في الدائره البسيطه دي، ان هو خد فيدباك من الاوتبوت خلاص ورجعه تاني عند الانبوت. طيب ده نيجاتيف فيدباك صح؟ ليه؟ لان ده ايميتر فولور، الجين بتاعه بواحد تقريبا، سواء بقى هو شغال في البوزيتيف سايكل او النيجاتيف سايكل، وده جين كبير. فيبقى انت شايف هنا اللوب جين عالي. طب اللوب جين ده هيفورس طالما اللوب جين عالي بقى فكر كاوب امب، لو اللوب جين انفينيت يبقى في بلس لازم تساوي مين؟ لو لازم تساوي في ماينس، صح كده؟ يبقى انت وفي ماينس هي بالنسبه لك مين؟ هي البي اوت. يبقى انت الفيدباك ده والفورس في اوتبوت ان هو يتراك مين؟ يتراك في انبوت. فلو اللوب جين ده از انفينيت يبقى ما عادش في ده زون خالص. ليه؟ لان دي بتساوي دي على طول، يبقى في اوتبوت لازم تساوي في انبوت. طب ومعادله في اوتبوت تساوي في انبوت، لو جيت ارسمها ارسمها ازاي؟ ارسمها ايه؟ خط مستقيم كده، ما عادش فيها ديد زون اللي كانت موجوده فين؟ في الامبليفاير من غير ما اعمل له فيدباك. تمام. طب بس طبعا واضح ان في مزايا كبيره ان انا اعمل فيدباك. ايه يعني؟ لو حد سالني بقى يعني ممكن بعضكم يكون بيفكر يعني، طب ايه فايده بقى ان انا حطيت دي اصلا؟ يعني طب ما انا كان ممكن اعمل عشان اشيل الداد زون ده واجيب بافر بالمنظر ده الجيم بتاعه واحد، طب ما انا كان ممكن احط الاوب امب كده خلاص واعمله نيجاتيف فيدباك عادي. ايه بقى لازمه الكلاس بي امبليفاير اللي انا عامله؟ مش ده برضه دي نفس الفانكشن، وده البي ان وده البي اوت. ها طبعا كفانكشن هو هو، بس ايه الفرق الكبير؟ ها الفرق الكبير ان انت هنا ضفت اوتبوت ستيج تقدر تدليفر فيري هاي باور لمين؟ للود. لكن الاوب امب ده لو معمول مثلا من سنجل ستيج ممكن ما يبقاش فيه اوتبوت ستيج قادره ان هي تدرايف ان ار لود هنا، بالذات لو الار لود دي صغيره قوي. تمام. والاوب امب ده از ا سنجل ستيج امبليفاير خلاص بيحول من ديفرنشال لسنجل، فانت ممكن لما توصل عليه ار لود هنا وتكون الار لود دي مش كبيره، تكون صغيره، يوقع لك اللوب جين بتاعك على طول، يعمل لودنج في الفيد نتيجه الايه؟ نتيجه ان انت وصلت سنجل ستيج اوب امب ده على ار لود صغير. لكن مين عمل لك البفرنج ده هنا وهيدليفر الاوتبوت باور العاليه للود؟ هو الايميتر فولور ستيج او كلاس بي اوتبوت ستيج اللي احنا حطيناه. تمام. خلاص. فدي احد التكنيكس يعني اللي ساعات ناس بتستعملها عشان تريديوس الداد زون، بس طبعا فيها مشكله ان انت بتستعمل فيدباك وحطيت فيها اوب امب، فطالما عملت فيدباك وفي اوب امب يبقى دايما الدايره هتبقى بطيئه شويه، لان البولز بقى بتاعت الاوب امب هتلمت الباند ويث بتاع السيركت دي، فمش هتوبريت ات ايه؟ ات هاي سبيدز. فالناس بتدور على طرق مختلفه عشان تحل المشكله دي كمان. ماشي. دي سؤال في السلايدز دي. طيب تعالوا بقى نشوف الطريقه اللي فعلا الناس بتستعملها الانسب بقى للهاي سبيد ابلكيشنز. بيعدلوا تعديل بسيط قوي في الدايره عشان يخلص من الكروس اوفر ديستورشن ده، وكمان مش بس يخلص منها بس، بحيث يخلي الترانزستورز يا دوبك تترن اون عند الصفر، لا ده ممكن كمان يقلب الاوتبوت ستيج انتو كلاس اي بي. مش يعني ما هي يا دوبك دي معناها انها كلاس بي صح؟ ان هو لو كروس اوفر ديستورشن بصفر والان شغال في الهاف سايكل بالظبط والبي شغال في الهاف سايكل بالظبط، يبقى كده كلاس بي زي ما الكتاب بيقول صح؟ طب لكن افرض بقى خليت الان يشتغل زياده كمان عن الكوندكشن انجل 180 والبي يشتغل زياده سنه برضه عن الكوندكشن انجل 180، يبقى تحول ساعتها الى ايه؟ الى كلاس اي بي. وفعلا ده اللي الدايره دي هتعمله. فهي هتحل لك الكروس اوفر ديستورشن ومدي لك فلكسبيليتي انك كمان تزقه اكتر يبقى كلاس اي بي، وهنشوف ازاي دلوقتي. تمام. طيب فهعمل الكلام ده ازاي؟ ان انا هانتروديوس التو باتريز دول في بي بي على 2 وفي بي بي على 2 خلاص، هنعملهم as batteries دلوقتي وهنشوف ازاي نعمل لهم actual implementation. وافترض دلوقتي ان 2 transistors دول identical، يعني QN identical لQP خلاص، ليهم نفس الـ IS اللي هو reverse saturation current، وهنهمل او يعني وليهم نفس البيتا يعني وكل حاجه خلاص. تعالى بقى نفكر الدايره دي هتشتغل ازاي. نبدا باول نقطه برضو، لو في input بصفر تعالى نشوف ايه الوضع هنا. طيب فتعالى كده نحل المساله عند الكونديشن بتاع الفي انبوت بتساوي صفر ونشوف الوضع عامل ازاي.
طيب برضو انا مش عارف regions of operations، مش كده بتاعت الترانزستورز، فانا عايز افكر الاثنين هيبقوا on off، ولا الوضع هيبقى عامل ازاي، والكرنتس تبقى ماشيه ازاي. تمام. طيب فتعال نفكر فيها كده. لو انت جيت تحل الاول، يعني بدل ما اقول الانبوت بيساوي صفر، تعال فكر فيها ان الاوتبوت بيساوي صفر. خلاص انا عايز احل، ما هي المفروض يعني ان هي تطلع زي الايميتر فولور، ف مش شرط الاثنين يكون انسايدو، بس انا عايز اثبت لك ان الاثنين هيجوا زي بعض. فلو الاوتبوت بيساوي صفر خلاص، ايه اللي هيحصل؟ يبقى اللود كارنت بيساوي كام؟ يبقى اللود كارنت بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو، مش كده؟ طيب فانا بحل مساله بالراجع، يعني من الاوتبوت للانبوت المره دي، بس عشان هي اسهل بالطريقه دي يعني، فبس خليكم معايا كده ونشوف. يبقى لو الاوتبوت فولتج بيساوي صفر، يبقى الكارنت اي لود بيساوي صفر، يبقى الكارنت اللي ماشي في الاي ان لازم يساوي الكارنت اللي ماشي في مين؟ الاي بي. انا مش عارف هو اون ولا اوف، بس هفترض ان الاثنين اون دلوقتي. وليه السبب ان انا افترضت ان الاثنين اون؟ يعني لان انا مبدئيا انا عارف ان هو اتس كلاس اي بي امبليفاير، فمعنى كده ان الاثنين لازم مشغلين فعلا، وده ماشي كارنت اسمه اي ان، وده ماشي كارنت اسمه اي بي، بس ساعتها الاثنين بيساووا بعض. يبقى عند الكونديشن ده ليه بيساووا بعض؟ لان الاي لود بصفر. فيبقى عند الكونديشن ده اي ان لازم بيساوي اي بي، بنسميه حاجه اسمها الكويسنت كارنت اي كيو. خلاص. ليه؟ لان هو كانه هو الدي سي بوينت بتاعت الامبليفاير لما انت مش مدخل انبوت سيجنال، هو البايس كارنت، فبيسميه كويسنت كارنت. طب احسب بقى الكارنت ده ازاي؟ تعال الاول نفكر كده. لو الانبوت هنا بصفر خلاص، فانت خدت النود دي اللي هي في انبوت اللي انا لسه مش عارف قيمتها بكام، ورفعتها في بي بي على 2، مش كده؟ بقت هي الفي بي اي بتاعت ايه؟ كيو ان. وخدت نفس النود دي طرحت منها في بي بي على 2، بقت هي الفي اي بي بتاعت ايه؟ كيو بي. طب مش التو ترانزستورز دول ايدنتيكال ولا لا؟ انا فرض ان هم ايدنتيكال. طب فيبقى انت خدت الفي انبوت رفعته في بي على 2 بقى هو الفي بي اي، وخدت هنا وطرحت منه في بي بي على 2، فيبقى لازم عشان الكرنت ده يساوي الكرنت ده، يبقى ايه علاقه الفي بي اي بالفي اي بي؟ يعني يبقى لازم الفي اي بي ان خلاص تساوي مين؟ تساوي الفي ايميتر بيز بتاعت مين؟ بتاعت البي. طالما الكرنت ده قد الكرنت ده، يبقى لازم الفولت ده يساوي الفولت ده، صح كده؟ من معادله الاكسبوننشال، ما هي معادله الاكسبوننشال بتاعت الترانزستور الكرنت فانكشن في الايه؟ في الفي بي اي بس او الفي اي بي. فيبقى لازم التو فولتجز دول يتساووا. طب يبقى عشان التو فولتجز دول يتساووا وانت ده بتجمع عليه قيمه يوصلك لهنا، وده بتطرح منه قيمه يوصلك لهنا، يبقى لازم قيمه في انبوت تساوي كام؟ يبقى لازم في انبوت تساوي صفر. خلاص. يعني اكتب بس المعادله كده بتاعتها، هتلاقي ان فعلا عشان الفولت ده يساوي الفولت ده، تمام، وده يعني ده بصفر، فيبقى انت عندك الابسولوت فاليو هنا والابسولوت فاليو هنا، خلاص لازم ده يساوي ايه؟ نيجاتيف ده، لان ده بالنيجاتيف، لان ده صفر ماينس ايه؟ بي بي. يبقى لازم الفي انبوت تساوي صفر، لان انت هنا بتجمع قيمه وبتطرح نفس الايه؟ نفس القيمه. يبقى الحل بتاع النقطه دي هي ان في انبوت لما في انبوت بصفر، في اوتبوت هتساوي صفر، يبقى الكرنت اللي ماشي في الان ترانزستور هو الكرنت اللي ماشي في البي، هو الكويسنت كرنت. اجيب قيمته ازاي بقى؟ اعوض في المعادله الاكسبوننشال بتاعت اي واحد من التو ديفايسز دول ان هم ايدنتيكال، اي اس اي او سي في بي بي. خلاص. وليه قلت في بي بي؟ لان ساعتها في بي على 2، سوري، لان ده بصفر وده بصفر، فيبقى الفي بي على 2 هي اللي واقعه على الترانزستور الواحد منهم، فبي بي بي على 2 في تي. يبقى انا كده جبت اول معادله اللي عرفت احسب منها الكويسنت كرنت از ا فانكشن اوف الفي باتري اللي انا حاططها اللي اسمها بي بي بي. تمام. خلاص. في اي سؤال الاول في الحته بتاعت الكويسنت بوينت دي اللي هي الجزء الاولاني ده؟ طب تعالوا بقى نكتب الجنرال ايكويشنز. ايه بقى الجنرال ايكويشنز اللي هي مش عند الفي ان بتساوي صفر؟ الجنرال ايكويشنز اللي عند اي نقطه ثانيه في الدايره، ان انت لو كتبت هنا كي في ال هتلاقي ان دايما مجموع في بي اي زائد في اي بي
لازم يساوي البوتنشال ده اللي هو بي بي بي. فالمعادله دي از جنرال في اي كونديشن، ان حاصل جمع الفولت ده زائد الفولت ده لازم يساوي ايه؟ الفولت من هنا لهنا اللي هو بي بي بي. تمام كده؟ دي معادله ايه؟ جنرال. طيب مش انا اقدر اشيل بقى كل واحد من دول واحطه بدلاله في تي لين الكرنت بتاعه على الاي اس، يبقى في تي لين اي ان على اي اس، وده برضو اشيله واحط ايه؟ في تي لين اي بي على اي اس، يبقى لازم ده يساوي ايه؟ الفي بي بي. طب الفي بي بي انا عارف قيمتها ولا لا؟ انا كنت عارف قيمتها بدلاله مين؟ الكويسنت كرنت، فشيلها وحطها 2 في تي، خد بس لين الطرفين، يبقى 2 في تي لين اي كويسنت على ايه؟ على اي اس. يبقى لو جيت تحل المعادله دي خلاص، اللينز دي طبعا هتضرب الترمات في بعض، فلين بيساوي لين، هتساوي الحاجات الكوفيشنس اللي جوه اللين، فتلاقي المعادله اختصرت لحاجه بسيطه جدا، هي محلها ان اي ان في اي بي لازم يساوي ايه؟ اي كويسنت تربيع. يبقى حاصل ضرب التو كرنتس دول اي ان واي بي ان جنرال لازم يساوي كونستانت. يبقى دي اول معادله في المجهولين بتوعي اللي هم اي ان واي بي. طب وتاني معادله اجيبها منين؟ تاني معادله هاتها بقى من الكي سي ال هنا، ان عند اي كونديشن لازم حاصل جمع الاي بي والاي لود يساوي الاي ان. يبقى دي تاني معادله في المجهولين، تقدر تحل المعادلتين دول في مجهولين مع بعض وتجيب ايه؟ اكسبريشن للتو كرنتس اي ان خلاص. وطالما طبعا عرفت اي ان تقدر بقى ترجع تعوض في معادله رقم واحد وتجيب الايه؟ الاي بي. تمام؟ فيبقى كده عرفنا نحل المساله ونجيب ان جنرال التو كرنتس اللي ماشيين في التو ترانزستورز خلاص. وواضح من هنا لو بصيت بقى على المعادله الاولى دي ان التو ترانزستورز برضو لازم يمشوا عكس بعض. ليه لازم يمشوا عكس بعض؟ لان حاصل ضرب التو كرنتس ثابت. فيبقى لما الانبوت يزيد بوزيتيف انهي ترانزستور هيترن اون اكتر؟ هما الاثنين اون، خدتوا بالكم لما حطينا في ان بصفر كانوا الاثنين اون المره دي، فعشان كده سميناه كلاس اي بي، لان هو مش توتالي اوف وهيبدا يترن اون، لا هما الاثنين اون عند الكويسنت كرنت. وماشين كرنت بيساوي كام؟ ماشين كرنت بيساوي الاي كيو، عشان كده سمينا الدايره دي كلاس اي بي باور امبليفاير. تمام؟ طيب لما الانبوت بقى يزيد مين من التو ترانزستورز هيترن اون اكتر ومين هيترن اوف؟ لما الانبوت يزيد نفس الكلام اللي حصل هناك، الكيو ان هو اللي هيترن اون اكتر، فالاي ان هيزيد، بس المعادله دي بتقول لي حاصل ضربهم ثابت، يبقى الاي بي لازم يقل. تمام؟ فاقدر يعني يقل لدرجه ان انا ممكن اهمله، فكان ده بقى ايه؟ كان ده بقى اوف. تمام؟ لان الاي بي قل قوي، بس طبعا هنا بقى في المساله دي هو ما بقاش بصفر، لان لازم حاصل ضربهم يبقى ايه؟ يبقى رقم صغير اللي اسمه الكويسنت كارت. تمام؟ فعشان كده هتمشي بنفس الطريقه، ولو عكست يعني الانبوت قل يعكسه، يبقى كيو بي هو اللي يشتغل يترن اون اكتر، وكيو ان هو اللي ايه؟ يترن اوف. فبرضه هتبروفايد الهاف سايكلز للايه؟ للود بتاعك. تمام؟ في اي سؤال في الكلاس اي بي اوتبوت ستيج؟ تمام. طيب هنجنريت بقى ازاي التو فولتجز اللي اسمهم الفي بي بي؟ اسهل طريقه جنريتهم ان انت تحط بس اثنين دايودز زي ما احنا راسمين هنا كده خلاص، كان الفي بي بي على اثنين هتجي لك من الدايود الاولاني، والفي بي بي على اثنين هتجي لك منين؟ من الدايود الثاني. فيبقى انت جبت التوتال ما بين البيز بتاع الان للبيز بتاع البي، يعني لو جيت اكتب نفس الكي سي ال سوري نفس الكي في ال اللي كتبتها هناك، برضو هتلاقي ان مجموع الفي بي ان زائد الفي اي بي هتساوي الاثنين دروبس على الدايودز اللي هو في بي على اثنين وفي بي على اثنين اللي هي بي بي بي. وطبعا عشان تيرن اون الدايودز دي لازم تمشي فيها كرنت، فكانك حاطط بس كرنت سورس تحت اسمه اي بايس. طب الدايودز دي بتريبريزنت ايه بقى بالنسبه لك؟ فكر في الدايودز دي ان هي الكرنت ميرور اللي هيميرور الكرنت فين؟ من الناحيه دي للناحيه دي. تمام؟ ليه؟ لان زي ما قلنا انت كان التو ترانزستورز دول احنا فارضين ان هم ايدنتيكال وايدنتيكال للدايودز. تمام؟ فانت من الناحيه اللي على الشمال من هنا لهنا عندك 2 في دايود، طب من الناحيه اللي على اليمين من هنا لهنا برضو عندك 2 في دايود. فيبقى كان ده يريبريزنت ايه بالنسبه لك؟ الميرور برانش بتاعك اللي هيجيب لك الكرنت من هنا لهنا.
بس طبعا عمرك ما هتميرور 1 تو 1 عشان الافيشنسي، مش كده؟ يعني انا ما ينفعش اميرور 1 تو 1 عشان الافيشنسي، لان الكرنت اللي ماشي هنا ممكن يبقى عالي فانا عايز اقلله هنا، فدايما هعمل ايه؟ ميرورنج ريشيو ان. خلاص، يبقى انا في الاخر عايز اجيب اي كيو ماشي فين؟ الاي كيو اللي هو الكويسنت كرنت ده المفروض يبقى ماشي فين؟ في الاوتبوت ستيج بتاعتي لما الفي انبوت بصفر، مش كده؟ او بالاصح لما الفي اوتبوت بصفر، لان زي ما اتفقنا الكويسنت كرنت في البي اي ساعات الانبوت مش شرط يجي في الحته اللي الاوتبوت فيها بيساوي صفر. خلاص، فعشان كده عاده بنحل الكويسنت كرنت تعريفها هي الحته اللي عند الاوتبوت هو اللي بيساوي 0 فولت. فاجين لو الاوتبوت هنا بصفر فولت يبقى الاي كيو ماشي فوق، هو الاي كيو اللي ماشي تحت، هو ده الكويسنت كرنت كونديشن بتاعي. تمام. طب الكويسنت كرنت هجيبه ازاي؟ زي ما قلنا لو ده بصفر يبقى ده ايه؟ خلي بالك بقى، عشان كده هنا دي هتبقى كام؟ عشان كده انا قلت لك مش الانبوت بيساوي صفر، لا هو الاوتبوت بيساوي صفر، يبقى الفي انبوت هتساوي كام ساعتها؟ نيجاتيف 0.7 تقريبا. يعني ليه؟ لان هنا ده هيبقى مديك في بي اي او في اي بي، صح كده؟ طيب بس الفكره بقى ايه هنا؟ ان انت عندك من هنا لهنا بتميرور الكرنت اي بايس لاي كويسنت 1 تو ايه؟ تو ان، حيث ان ده هو السايز ريشيو بتاع التو دايودز دول للتو ترانزستورز اللي في الاوتبوت ستيج بتاعتك. تمام؟ طيب الملاحظه بس الاخيره في الدايره دي قبل ما نسيبها هي ايه؟ ان بيبقى في مينيمم فاليو للاي بايس ما ينفعش تقل عندها. يعني انت كل ما هتقول لي انا هقلل ال1 تو ان، خلاص يعني دي ال1 تو ان اللي اتفقنا عليها، فانا كل ما هبقى عايز اقلل الكرنت اللي ماشي في البايس برانش هتعمل ايه في ان؟ هتزود ان، مش كده؟ يعني لو ده اي كويسنت وانت قاعد تزود ان، يبقى كانك بتعمل ايه في اي بايس؟ يبقى كانك قاعد بتقلل لي في اي بايس، صح؟ عشان تحسن الافيشنسي، يعني عايز اقلل الباور كونسامشن في الميرور. طب بس ايه المشكله في كده بقى؟ المشكله انك لو قللت اي بايس بزياده ليها مينيمم فاليو. المينيمم فاليو جايه منين؟ جايه ان الاي بايس دي لازم من الكي سي ال عند النقطه دي لازم تساوي الاي بيز بتاع كيو ان زائد الاي اللي ماشي في التو دايودز، صح كده ولا لا؟ طب الاي بيز ده هو اللي رايح فين؟ هو اللي رايح في اللود في البوزيتيف سايكل. ففي الاي بيز ده لو جيت ارسمه هيبقى برضه ماشي ايه؟ هاف ساين ويفز كده بالمنظر ده، بس طبعا مقسوم على بيتا بلس 1، يعني ده الايميتر كرنت، البيس كرنت هو ده بس مقسوم على ايه؟ على بيتا بلس 1. طب فلما ده يوصل للبيك فاليو بتاعته، تمام؟ وانت بتقول لي اي بايس بيساوي ده زائد ده، انت عايز الدايود دي طول عمرها تفضل شغاله، مش عايزها تطفي، صح؟ عشان دي الميرور ديفايس بتاعك. فيبقى لازم على طول اي بايس ده يبقى اكبر من ايه؟ من اي دايود زائد البيك كرنت بتاع الايه؟ بتاع البيز بتاع كيو ان. فده اللي بيسات مينيمم على الايه؟ على البايس كرنت اللي انت تقدر تختاره في المساله دي. تمام؟ في اي اسئله في الجزئيه دي لحد دلوقتي؟ دكتور، هو مش كده في باور كونسيومد في الاي بايس في الفي اللي هي الحته بتاعت الكرنت ميرور اللي في الجنب؟ طبعا كلام صح، انت قصدك الجزئيه دي يعني، مش كده؟ مظبوط. بس ما هي الفكره بقى ان انا بحاول اقللها قوي بالريشيو 1 تو ان دي، فعاده المفروض ديزاين بحيث تبقى مهمله قوي جنب الاي كويسنت. بس كلامك صح طبعا، دي هتكونسيوم باور لانها مسحوبه من الفي سي سي برضه. طب هو ليه الديزاين ده احسن من ان انا اعمل باتري فيها في بي بي اوفر 2؟ لا، ما هي نفس الفكره بقى، ما اصل الباتري دي خلي بالك يعني ما بنقدرش نحط باتريز كتيره في الدوائر ان جنرال، ما بحطش غير الباتري اللي فوق واللي تحت بس. هي الباتري دي احنا حطيناها بس عشان نشرح الدايره هتشتغل ازاي، تمام؟ لكن هعمل بقى امبلمنتيشن الباتري ازاي، هعملها باكتوال كرنت ميرور او دايود زي ما احنا رسمناها، تمام؟ خلي بالكم المساله دي ممكن تبقى هي بالظبط بس موس بدل باي بولر، ويبقوا دول الميرورز، تمام؟ وهنتكلم في السلايد الاخيره على الايه، على واحده من الدوائر البسيطه في الموس يعني، تمام؟ طيب تعالوا بس قبل ما نسيب الجزئيه دي نتكلم على اخر حاجه، another technique للجنريشن بتاع الفي بي بي. خلاص، احنا بنتكلم دلوقتي على كذا تكنيك ازاي اجيب الفولت اللي اسمه في بي بي اللي انا هحطه منين؟ من هنا لهنا، تمام؟
فاول طريقه وريتها لكم بالتو دايودز. خلاص في طريقه ثانيه بسيطه قوي بيسموها الفي بي اي مالتيبلاير، وهنشوف ليه اسمها كده دلوقتي. قال لك خلاص بدل ما تعمل تو دايودز حط ترانزستور كي 1 وحط كده فيدباك حواليه بار 1 وار 2 بالمنظر ده. خلاص طيب فتعالى نفكر فيها الدايره دي هتشتغل ازاي. الكرنت اللي ماشي في الريزستور هنا اي ار ده، لو انت اهملت البيس كرنت، يعني تعالى نفترض البيس كرنت ده بصفر، مفيش بيس كرنت هنا. خلاص لو مفيش بيس كرنت هنا يبقى الكرنت اللي ماشي في ار 1 هو اللي ماشي في مين؟ هو اللي ماشي في ار 2 اللي هو قيمته بكام؟ لو افترضت ان الفي بي اي دي انت عارفها، يعني ليتس اسيوم ان الفي بي اي دي ب 0.7. خلاص يبقى الكرنت اللي ماشي في ار 1 هو في بي اي على ايه؟ ار 1 ده اللي اسمه اي ار. طب الكرنت ده برضه هيمشي في ار 2، لما يمشي في ار 2 يجنريت في بي بي قد ايه بقى؟ الكرنت مضروب في ار 1 زائد ار 2 يبقى هو اي ار مضروب في ايه؟ ار 1 بلس ار 2. طب عوض من هنا في هنا يبقى ال في بي بي طلع بتساوي ايه بقى؟ هتساوي في بي اي 1 زائد 1 زائد ار 2 على ايه؟ على ار 1. عشان كده سميناها في بي اي مالتبلاير، لان انت الدايره دي الجنريتد في بي بي ليك صح؟ بتساوي ايه؟ بتساوي مالتبلاير مضروب في ايه؟ في في بي اي. بدل الدايره اللي فاتت، الدايره اللي فاتت كنت مجبر ان الفي بي بي بتساوي كام؟ بتساوي 2 في دايود، اللي هي كانها لو شلت كل دايود من دول وحطيته يعني دايود كونكتد ترانزستور، انا في الاخر فعلا هعمل كده صح؟ هشيل كل دايود من دول واحط بداله ايه؟ دايود كونكتد ترانزستور. فكانك مجبر في الدايره دي ان الفي بي بي تساوي 2 في بي اي صح كده؟ لكن الدايره دي بتدي بقى مور فلكسبيليتي، بقت الفي بي بي بتساوي ايه؟ في بي اي واحده بس مضروبه في مالتبلاير، انا اقدر بقى اظبط قيمه المالتبلاير ده براحتي عن طريق اختياري للايه؟ للتو ريزيستورز دول تمام؟ طيب فطبعا لو انت هتابروكسيميت ده 0.7 يبقى انت كده خلاص ايه؟ حليت المساله. طب لكن لو انت بقى عايز تبقى اكيوريت، مش عايز تفترض ان دي 0.7، تكمل حل المساله ازاي؟ ارجع بقى عوض في معدل الاكسبوننشال بتاعت الكي 1 ده. قول لي والله في بي اي 1 هي في تي لين اي سي 1 على ايه؟ على اي اس، حيث اي سي 1 ده هو مين؟ كرنت ده. طب اي سي 1 ده هو مين من الكي سي ال هنا؟ والله هو اي بايس ماينس اي ار صح كده؟ يبقى انت جبت في بي اي بدلاله اي ار. طب ارجع بقى شيل الاي ار ده وعوض فين؟ وعوض المعادله دي. يبقى كده جبت معادله واحده في مجهول واحد اللي هو ايه؟ في بي اي 1. لو انت عايز تحل تجيب في بي اي 1 اكزاكتلي بدلاله مين؟ الاي بايس اللي انت حاططها تمام؟ فدي تديني مور فلكسبيليتي ان انا اديزاين قيمه الفي بي بي. وطبعا ايه اهميه ان انا اختار الفي بي بي المناسبه اللي انا عايزها؟ الفي بي بي لو تفتكروا كانت بتحدد مين هنا؟ بتحدد الكويسنت كرنت صح؟ اللي هو بيحدد لي الافشنسي تمام؟ طب سؤال بقى، يبقى كلاس اي بي ده لو انا عايز اوديه يبقى شبه كلاس بي، يبقى كاني احط الاي كويسنت ده بكام؟ ها؟ يعني لو عايز اخليه بدل كلاس اي بي اوديه يبقى كلاس بي، يبقى احط الكويسنت كرنت ده بكام؟ لو عايز اقلب ده لكلاس بي اعمل ايه في كويسنت كرنت؟ ازوده ولا اقلله؟ هو كلاس بي كويسنت كرنت بتاعه بكام؟ هل الترانزستور بيبقى شغال عند الزيرو فولت في الاوتبوت ولا بيبقى مطفي ويا دوبك يشتغل؟ ها؟ المفروض يبقى ايه؟ يبقى مطفي ويا دوبك يشتغل صح؟ يبقى لو انا عايز اخلي ده كلاس بي مش اي بي المفروض الاي كويسنت ده تقريبا يبقى بكام؟ يبقى بصفر صح؟ يبقى كل ما هقلل الاي كويسنت هخليه مش شغال عند النقطه اللي الاوتبوت فيها بصفر، اللي هي لو رسمت الفول ساين اللي هي الحته دي صح؟ هي الحته دي هخليه هنا يا دوبك مش شغال ويبدا يشتغل انت لما يقلب الهاف سايكل بوزيتيف. لكن هو الوضع ده لو اي كويسنت مش بصفر فهو شغال ايفن في النيجاتيف سايكل الترانزستور اللي فوق، عشان كده الكوندكشن انجل بتاعته اكتر من ايه؟ 180 درجه، فعشان كده سميناه كلاس اي بي تمام؟ يبقى وضحت ايه اللي يقلب لي المساله دي من كلاس اي لكلاس اي بي، ولا من كلاس بي قصدي لكلاس ايه؟ اي بي ولا لا؟ هي قيمه الايه؟ قيمه الكويسنت كارنت. خلاص؟ طيب في اي اسئله في الجزئيه دي من المحاضره؟ طب اخر جزئيه بس، هي نفس الكلام اللي احنا قلناه ده بالظبط ممكن يتطبق بدل على الموسفيتس
بدل ما هو على البايبولرز ممكن يطبق على الموست ديفايس. فبنفس الطريقه نقدر نانلايز الايميتر فولور، بس بدل ما هو ايميتر فولور نعمله ايه المره دي سورس فولور، والكرنت ميرور اللي تحت خلاص بدل ما كنت عامله بايبولر ميرور بقى ايه موست ميرور. نفس الكلام بالظبط، يعني تقدر تحسب نفس الحسبه بتاعه الافشنسي وتعمل نفس الكلام، بس بدل ما كان زمان الليميت بتاعك هو في سي اي سات، الليميت بتاعك دلوقتي تحول الى مين؟ الى في دي اس سات، صح؟ ان الفولت ده كل ما يزيد هيوصل لفاليو الترانزستور ده يخرج من ساتوريشن يخش في الترايود. الفي اوتبوت ماكسيمم بتاعك هيبقى ايه؟ هو الفي دي اي سات او سوري الفي ماكسيمم بتاعك هي الفي دي دي ماينس الفي دي اس سات اللي هو الفي اوفر درايف. الادفانتج بس في الموس في ايز ايه بقى؟ ان الفي اوفر درايف عندك كنترول عليها، ان الفي اوفر درايف تقدر تحسبها من الديفايس سايز، ان هي ايه فاكرين كنا بنحسب الفي اوفر درايف اللي هي في دي اسات اللي هي في جي اس ماينس في تي، كانت المعادله بتاعتها ايه؟ كانت 2 صح في الكرنت على مين؟ على الكي بتاعت الترانزستور من معادله الساتوريشن. خلاص التريكه بس اللي لازم تاخد بالك منها ايه بقى هنا؟ ان الكرنت اللي ماشي في الترانزستور ده احسبه انهي كرنت؟ هل احسبه هو الدي سي كرنت اللي ماشي هنا اللي هو كانه سمول سيجنال كرنت كاني ما اهملت الكرنت اللي ماشي في اللود، ولا المفروض احسبه الكرنت اللي عند البيك اللي عند الماكسيمم؟ هو كل ما الاوتبوت يزيد هيحصل ايه في ار اي اللي ماشي في الار لود؟ هيزيد هو كمان، يبقى مجموعهم هيزيد، يبقى اعلى نقطه هنا دي هي اللي هتليمت الفي اوفر درايف بتاعتي. ليه؟ لان دي عندها اعلى كرنت فهتديني اعلى في اوفر درايف، فالمفروض الاي ده اعوض عنه مين؟ ان هو الاي دي سي زائد الفي اوتبوت ماكسيمم على الايه؟ الار لود، لان دي هتديني اعلى اوفر درايف، تديني اكبر اوفر درايف، فبالتالي لما اجي اطرحها هنا هتديني اقل في اوتبوت ماكسيمم. صح كده؟ لان عند الكونديشن بتاع الماكسيمم فولتج انا عندي كرنت عالي ماشي في الترانزستور ايه؟ ام 1. خلاص؟ في اي سؤال في الدائره دي؟ فهي الاثنين شبه بعض جدا في نفس الاناليسز، فمش هنقعد بقى نعمل نفس حسبه الافشنسي اناليسز. برضه هتلاقي الافشنسي هنا 25% زي ما الافشنسي هنا 25%، هنا 78% زي ما هي ايه 78%، نفس الافكار بالظبط، بس بدل ما انت ماشي هناك بالفي بي اي هنا ماشي بالايه بالفي جي اس. تمام؟ في اي اسئله في الاوتبوت ستيجز او البي ايز؟ دكتور معلش، هو يعني ايه اقل في اوتبوت ماكسيمم؟ في اوتبوت ماكسيمم اللي هي النقطه دي تعلى لحد فين؟ صح؟ طب فهي تعلى لحد فين؟ هتعلى لحد في دي دي ماينس في اوفر درايف، مش كده المعادله دي؟ طيب فانا عايز اجيب، فدي اسمها في اوتبوت ماكسيمم لان هي اعلى نقطه للاوتبوت فاسمها في اوتبوت ماكسيمم، صح؟ طب فانا دايما عايز اجيب الورست كيس بقى بتاعتها، مش كده؟ تمام. الورست كيس بتاعتها انها تقل مش تزيد، صح؟ تمام. عشان كده قلت عشان هي تقل يبقى انا عايز احسب اكبر في اوفر درايف، فاكبر في اوفر درايف جبته عند اعلى كرنت، عشان كده جمعت في اوتبوت ماكسيمم على ار لود. تمام؟ طيب حلو قوي. اخر بس جزئيه هنتكلم عليها في الكورس بتاعنا ريليتد للباور امبليفايرز او الاوتبوت ستيجز هي موضوع الثيرمال ديسيبيشن. خلاص زي ما اتفقنا، وحاجه مخصوص بنسميها الثيرمال ريزيستنس، زي ما اتفقنا اي باور كونسيومد في الترانزستور طالما مش طالع في اللود يبقى لازم هيتحول الى ايه؟ الى هيت، لان في كونزرفيشن اوف انرجي. فطالما الباور ديسيبيتد في الترانزستور وما طلعليش از اوتبوت power يبقى لازم يجت converted into heat. طب ايه اللي بيوصف بقى العلاقه دي؟ اللي بيوصف العلاقه دي حاجه اسمها الثيرمال ريزيستنس بتاعه الترانزستور. خلاص هنشوف دي علاقه ايه. هما الموضوع طلع بسيط جدا، لقوا ان في علاقه لينير بين زياده التمبرتشر بتاعه الترانزستور بيسموها temperature rise، يعني هي الزياده اللي بتحصل في درجه حراره الترانزستور مع الباور كونسيومد في الايه في الترانزستور. يعني اي باور بيجيت كونسيومد في الترانزستور كل ما تزوده لينير درجه حراره الترانزستور بتعلى لينير. تمام؟ طيب بس ليه بيسموها تمبرتشر رايز؟
لان هو بيوصف درجه حراره الترانزستور اللي اسمها تي جانكشن. تي جي هي الجانكشن تمبرتشر، طبعا يقصد بيها الجانكشن يعني زي البي ان جانكشن مثلا او الدرين سورس جانكشنز خلاص. فدي الجانكشن تمبرتشر هي الترانزستور تمبرتشر او هي السيليكون تمبرتشر بتاعه الترانزستور تمام. ف بتعلى ريليتيف بقى لمين؟ ريليتيف لحاجه بنسميها الامبيانت تمبرتشر. الامبيانت تمبرتشر اللي هي درجه الحراره المحيطه بالترانزستور خلاص. فعشان كده بنسميها تمبرتشر رايز، لان ده ماينس ده هو الدلتا تي خلاص. يبقى الدلتا في التمبرتشر هو الارتفاع اللي هيحصل في درجه حراره الترانزستور نسبه الى الامبيانت تمبرتشر اللي حواليه. طلعت لينير ريليشن شيب مع مين؟ مع البي ديسيبيتد جوه الترانزستور. طيب واللينير والكونستنت بقى بتاع المعادله دي سميناه الثيرمال ريزيستنس اللي هو بياخد الرمز ثيتا جي اي خلاص. ثيتا دي هي الثيرمال ريزيستنس. جي اي ليه سميناها جي اي؟ لان هي بتوصف لي درجه ارتفاع درجه حراره الجنكشن ريليتيف لمين؟ ريليتيف للامبيانت. عشان كده سميناها ثيتا جي اي. يبقى ثيتا جي اي هي الثيرمال ريزيستنس بين مين ومين؟ بين الجنكشن اند الامبيانت. طب وحدتها ايه بقى الثيتا جي اي اللي هي الثيرمال ريزيستنس؟ وحدتها هي ديجري سي ديفايدد باي ايه؟ باي باور اللي هي وات. فدي وحدات الثيرمال ريزيستنس بتاعتك ديجري سي بير وات خلاص. طيب لقوا بقى حاجه ظريفه قوي، قال لك الله طب ما المعادله، طب ما طالما المعادله لينير خلاص، الدلتا تي بتساوي كونستنت في الباور، عملوا انالوجي ما بين الثيرمال كوندكشن وما بين الالكتريكال كوندكشن. ازاي؟ قال لك طب ما تخيل كده عشان تحل دوائر ثيرمال، تخيل كده ان الدلتا تي دي الحاجه الشبيهه ليها في الالكتريكال هي مين؟ هي الدلتا في، فرق الفولت يعني فرق التمبرتشر. الانالوجي بتاعه هو مين؟ هو فرق الايه؟ الفولت. طب فرق الفولت بيساوي ايه من معادلاتنا احنا؟ بيساوي الريزيستنس بقى العاديه، الالكتريكال ريزيستنس مضروبه في مين؟ مضروبه في الكرنت صح؟ مش دي معادله الريزيستور؟ خلاص. ففي انالوجي بين الالكتريكال كوندكشن وبين الايه؟ الثيرمال كوندكشن. قال لك كان الدلتا تي دي بتريبريزنت الدلتا في، وال بدل الثيرمال ريزيستنس يبقى هي الريل ريزيستنس، والدلتا في بروبورشنال مع الكرنت اللي هو بيريبريزنت مين؟ الباور. فقال لك طب خلاص بقى، يبقى ارسم ايكويفالنت سيركت للثيرمال موديل بتاعك. يبقى كانك عندك كرنت سورس قيمته هي مين؟ قيمته هي الباور ديسيبيتد في الديفايس. طب ماشي في مين الكرنت سورس ده؟ ماشي في الثيرمال ريزيستنس ثيتا جي اي. هيجنريت فولتج اكروس الثيرمال ريزيستنس ده دلتا في اللي هو هيموديل ارتفاع درجه حراره الجنكشن ريليتيف لمين؟ ريليتيف للامبيانت. فدايما بنستعمل الايه؟ الانالوجي ده ما بين الثيرمال والالكتريكال كوندكشن في حل المسائل. فطبعا كده انا لو اديتك الثيرمال ريزيستنس وانت عارف الباور ديسبيت تقدر تحسب لي على طول ايه؟ الجنكشن تمبرتشر تمام؟ طيب بما ان بقى في انالوجي كده، لقوا ان الاكستنشن بتاعه بسيط جدا لو انت حطيت اكسترا كومبوننتس في الثيرمال سيستم بتاعك. طب ايه بقى اللي الناس بتعمله في الحقيقه عشان تقلل درجه حراره الاوتبوت ستيجز او البي ايز او الدوائر عامه؟ حتى انت هتلاقي الكلام ده في المذر بوردز بتاعتك، ان الناس بتستعمل حاجه اسمها ايه؟ هيت سينك، اللي هو في الصوره ده. ايه الهيت سينك ده؟ الهيت سينك ده عباره عن حته معدن كبيره قوي متقطعه بالمنظر اللي شايفينه في الصوره ده عشان تكبر قوي السيرفيس اريا بتاعتها، بتساعدك انك تديسيبيت الحراره اللي طالعه منين؟ اللي طالعه من الدايره بتاعتك اللي جوه هنا خلاص. بس الفكره بقى ايه؟ لو جيت تفكر فيها، الدايره هنا مش هي الباكج خلاص، ده السيليكون جوه الباكج. يعني انت واخد بالك؟ يعني في ثلاثه لايرز. اللاير الاولاني الايه؟ الهيت سينك. بعد كده الهيت سينك ده لازق في الباكج، الباكج دي اللي جواها السيليكون بتاعي اللي هو فيه السيركتس بتاعتي خلاص. طب فدلوقتي ده يعني تخيل كده، جوه بقى دي في حته صغيره هي اللي فيها الترانزستورز. طب الترانزستورز دي بتجنريت الهيت تمام. عشان الهيت ده يخرج لازم يمشي بقى في كام ثيرمال ريزيستنس؟
يبقى الهيت هنمودله بالكرنت سورس زي ما اتفقنا. الباور ديسبيتد ترانزستور هنمودله بالكرنت سورس خلاص. طب الكرنت ده الثيرمال باور دي لازم تمشي في كام ثيرمال ريزيستنس؟ اول ثيرمال ريزيستنس هتمشي فيها اللي هي الجنكشن. بس المره دي بقى الجنكشن مش لازقه في الامبيانت زي السلايد اللي فاتت. الجنكشن لازقه في الباكج, يعني في من الاول من الجنكشن للباكج خلاص. فيبقى دي اول ثيرمال ريزيستنس ثيتا جي سي اللي هي الثيرمال ريزيستنس ما بين الجنكشن للكيس, بنسميها الكيس او الباكج. الكيس هي الباكج. طب بعد كده بعد ما وصل للباكج يمشي في ثيرمال ريزيستنس ثانيه ان سيريس, لان هي نفس الباور كونسومشن او باور ديسبيتد ما بين الباكج لمين؟ للهيت سينك اللي هي بنسميها ايه ثيتا ثيتا كيس تو سينك خلاص. يبقى دي ايه تاني ثيرمال ريزيستنس همشي فيها اللي هي الكيس تو هيت سينك ثيرمال ريزيستنس. طب وانس بقى وصلت للهيت سينك اخر ثيرمال ريزيستنس همشي فيها مين؟ اللي هي هتوصلني من الهيت سينك لحد الايه لحد الاير لحد الهواء. فدي اللي هنسميها ثيتا سينك تو امبيانت. يبقى انا بقى لو قلت لك كده احسب لي بقى فعلا التمبريتشر رايز بتاعت الترانزستور, هتقول لي هي اني فيهم بقى؟ هي مجموع الثلاثه تمبريتشر رايز. يبقى التي جنكشن هتعلى عن التي امبيانت بحاصل ضرب الباور في مجموع السيريس ايه ثيرمال ريزيستنسز بتوع الايه الثلاثه ثيرمال انترفيسز اللي عندي. فدي الادفانتج بتاع الايه الموديلنج او الانالوجي اللي احنا عملناه بين الايه الثيرمال كوندكشن والايه والالكتريكال كوندكشن اللي احنا اتكلمنا عنه. تمام, في اي اسئله في الجزئيه دي؟ فطبعا يعني واضح ان ايه الكلام ده اتكلمنا عليه, لان الافشنسي زي ما قلنا بتاعت البي اس هي اللي بتترانسليت للايه للكلام بتاع التمبريتشر رايز ده. ودايما انت بتبقى عايز تكيب التمبريتشر رايز بيلو سبيسيفيك فاليو خلاص, عشان كل تكنولوجي بيبقى لها ريت التمبريتشر ما ينفعش تزيد عنها, والا البورت يفيل ما يبقاش ريلايبل يعني يبوظ مني ممكن يتحرق. تمام, طيب كده احنا خلصنا المحاضره الاخيره دي, كده احنا خلصنا الكورس بتاعنا الحمد لله. يعني في اي اسئله؟ حد عنده اي اسئله؟ طيب تمام, مفيش اي اسئله, يبقى كده كويس. يعني كل سنه وانتم طيبين وتوفيق بقى ان شاء الله. يعني انتوا امتحان اول ماده ان شاء الله مش كده؟ يا دكتور الاسبوع الجاي. يعني توفيق بقى ان شاء الله. شكرا شكرا يا جماعه, نشوفكم على خير ان شاء الله. يلا السلام عليكم.